فيما يتعلق بالسؤال حول القضية الوطنية، أولا أود التأكيد على أن المغرب فعلا تلقى دعوة من بعود الشخصي الأمين العام الأمم المتحدة سيد كولر تدعوه إلى لقاء، والمغرب قرر الاستجابة بالنظر إلى أن هذه الدعوة التي تلقتها بلادنا جاء فيها أن هذه الدعوة وجهت أيضا إلى الجزائر وموريتانيا من أجل المشاركة في مائدة مستديرة حول القضية. هنا لابد من الإشارة إلى أن المغرب ولله الحمد على المستوى الدولي يراكم عدد من المواقف الإيجابية لفائدة قضيته الوطنية. الخطوة الأخيرة التي سجلت على مستوى الكونغرس الأمريكي، التصريحات الأخيرة التي صدرت عن جمهورية جنوب السودان، ومواقف متعددة تؤكد القناعة المتنامية بعدالة قضيتنا وبصوابية الموقف الوطني المرتبط بأنه لا حل خارج مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية. ولهذا التصريحات التي تصدر هنا وهناك بغض النظر عن قائلها والتي تسيء لبلدنا هي تصريحات مرفوضة جملة تفصيلا، ولا يمكنها أن تؤثر على المسار التصاعدي الإيجابي الجاري حاليا على المستوى الدولي، والذي خطوة يوما بعد يوم يحقق إنصاف يتحقق فيه مزيد من الإنصاف لموقف بلدنا في القضية الوطنية. وهنا أشير أيضا للسؤال حول يعني ما ورد في إحدى التصريحات المنسوبة بغض النظر عن قائلها والتي تقول بأن المغرب يجرم انتقاد الحكومة. نحن الآن في هذه الندوة الصحفية مرارا كتكون انتقادات جزء من حرية التعبير، وهذا مكسب كبير لبلدنا. وأنا أعتقد بأن الواقع يكذب مثل هذه الأمور غير الصحيحة. هناك أمور يمكن أن تؤخذ أو ملاحظات تقع، ولكن نحن كبلد كاين الأمور التي تكون مبنية على ما هو يعني ملموس وصحيحة رانا نعمل على التفاعل معه. ولكن أن نقول بأن المغرب يجرم انتقاد الحكومة، على أي أساس بني هذا التصريح؟ على أي أساس؟ هل القانون يمنع انتقاد الحكومة؟ يعني تصريح يعني حتى نرد عليه ينبغي أن يكون مبنيا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.